خلود، يا خلود، أهلين. كيفك؟ منيحة؟ منيحة، أنت كيفك؟ ماشي حالي. شو ما بدك تروحي معي على بيت أخوها لامتصال؟ لك ابني مرتفع حرارته، عطيته دواء ونام، يعني لا بقدر أخده معي ولا خرج أتركه عند حدا. طيب سلامته إن شاء الله، هلأ نشوف شو منساوي. بقي طمنيني عنه، وإذا بدك بنط بجيب لك دواء قبل ما أروح. لا لا، يسلم إيدك. أنت فيك شي منيحة؟ أنا؟ لا أبداً، شو بده يكون فيني؟ لا أبداً. ليش؟ ما بعرف، حاستك بس هيك عم بتطنشيني وما بدك تحكي معي. لا لا لا، بس يعني بس ملبكة بابني مو أكتر. لا